فقد العداد الأردني الكفيف سهيل نشاش بصره بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره يصل إلى 14 عاما، لكنه وجد عزاءه في ممارسة التمرينات الرياضية. بدأ سهيل النشاش ممارسة الرياضة وخاصة رياضة العدو في ناد للمكفوفين عام 2010، ومع مرور الوقت أصبح أحد أبرز العدائين المكفوفين في المملكة الأردنية. من النور إلى الظلام تحولت حياة هذا العداء الأردني بعد أن فقد بصره بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره 14 عاما. في البداية كان يراود سهيل النشاش أمل في استعادة بصره يوما ما، لكن العداء البالغ عمره الآن 38 عاما ذكر أن الأمر استغرق منه سنوات ليوقن أنه فقد بصره تماما. هلا أنا أثناء ما فقدت بصري كان بالنسبة لي يعني ما بعرف من وين بدي أبدأ حياتي أو طريقي، فما كان عندي شيء اني اصلا املي فيه كل فراغي غير اني امارس تمارين رياضيه، وكنت ابني جسمي بطريقه كثير قويه، وما بعرف ليش ما كنت حاط ببالي ممكن اكون بطل. فلما تعرفت على اول نادي للمكوفيين وهناك قدرت اني ابدا اطور رياضتي اني اكون رياضي ومحترف وامارس الرياضه من خلال اللعب لنادي ولمنتخب وغيره. بعد فقده البصر كان سهيل يشعر بالضيق، ومعها تراجعت قدرته على الحركه لمخاوف اسرته على سلامته، ومن هنا وجد عزاءه في ممارسه التمرينات الرياضيه. انا بدات اعرف اني انا خلص بطلت اشوفه، ما راح ارجع اشوفه بعد سنوات، خلص ايقنت هذا الشيء. كان والدي الله يرحمه دائما معطيني امل، حتى يعني انا واخوي دائما بنحكي انه هو كانه مصدر للامل، ويمكن لغايه الفتره هذه هو مات من فتره بسيطه وهو عنده امل ان ارجع اشوف. وبدا سهيل النشاش ممارسه رياضه العدو في ناد للمكفوفين عام 2010، ومع مرور الوقت اصبح احد ابرز العدائين المكفوفين في المملكه. اني انا لما تعرفت على المكفوفين لقيت منهم كثير مش كثير متمكنين، وانا كان شخصيتي شوي قويه، وزي ما تقول عشت التجربتين، يعني عشت اني ما بشوف وعشت اني بشوف، فكنت احاول كثير اشياء اعرف انهم هم مش عارفين يعملوها انا اعلمهم اياها، فصفيت انا شوي كليدر لهم، يعني انا شوي شوي بديت اني انا اكون عم بوجههم، شوي شوي صرت انا اللي عم بحرك، شوي شوي انا اللي عم بساعد، شوي شوي صرت انا مسؤول، فهيك كان الموضوع يعني. ويمثل سهيل حاليا نادي العطاء الاردني للمكفوفين، وفاز بالعديد من الجوائز في بطولات محليه واقليميه وعالميه، بما في ذلك المركز الاول في اخر ماراثون ببيروت. وعملا بالمثل القائل رب ضاره نافعه، فقد فقد هذا الرجل بصره لكنه اصبح بطلا بعدما كشفت له الحياه في الظلام موهبته في العدو.